اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، واسمحوا لي اجدد ترحيبي بالاستاذ ناجي عز الدين. اهلا بك يا ناجي. زي ما قلت في المقدمه يا ناجي، صوت احنا النهارده هنسمع صوت الرجل الذي يحمل صفه المخلوع، او الرجل زي ما بيقول في المجتمع كده باللغه العاميه الرجل المخلوع. ايه تعليقك على جملة الرجل المخلوع؟ مبدئيا هي الجملة خاطئة، ما فيش حاجة اسمها رجل مخلوع. في سيدة خلعت نفسها بحكم المحكمة، هي اختارت انها تكون هي سيدة مخلوعة من زوجها. الخلع يا فندم في الاسلام مش معناه ان الراجل وحش، لا، ده الخلع ده شهادة في حق الرجل انه رجل لا عيب فيه اخلاقا ودينا. الحديث يا فندم كان بيقول السيدة حبيبة بنت سهل اتت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت عن سيدنا ثابت بن قيس إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. ده معناه إيه؟ يعني جوزها ما عندوش أي مشكلة، ودي كل رجالة مصر اللي بيحصل ضدهم حكم خلع أو قضية خلع وبيصدر فيها حكم، هم ما عندهمش مشكلة أخلاقيا ولا دينيا، ده باعتراف زوجاتهم. هي بتقف قدام القاضي تقول أخاف ألا أقيم حدود الله. هل هي تعرف معنى الكلمة دي إيه؟ هل هي الجملة دي تركيبتها هي فاهمة معناها؟ أقول أنا حضرتك معناها. معنى الجملة دي هي نفس الجملة اللي وردت في الحديث. لا أعيب على حسان بن ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هي خايفة ما تقدرش تدي له حقوقها الشرعية عشان هي عندها مشكلة نفسية مش مخليها متقبلة ده. فهنا حصلت أول حالة خلع في الدين الإسلامي عامة في الإسلام. طيب يعني الناس أو